المؤسسة العمومية الاستشفائية بجيجل تشهد حاليا أو منذ حوالي 10 أيام أو 15 يوم تزايد في عدد المصابين بمرضى كورونا. هذا ما أدى إلى استهلاك كبير في مادة الأكسجين الطبي. بالفعل حاليا الحالات التي المتواجدة في المستشفى التي يفوق عددها 120 مريض في هذا الإطار الكوفيد كلها يعني ناس أشخاص مسنين أمراض مزمنة بالضبط، وبالتالي فحاجتهم المسا لهذه المادة الحيوية يزيد أكثر لما يصابوا بهذا الفيروس. ولكن إن شاء الله احنا بالتنسيق مع مصالح الولاية تم تدارك هذا الأمر وأصبحت المادة متوفرة بكميات معتبرة.